حملت أنا أردني والأقصى مسؤوليتي والكرامة عزتي، هاي الحملة بنظمها ملتقى القدس الثقافي. اليوم رح نحكي عن الحملة ودور الإعلام في ترويج أي فكرة مع المخرج نورس أبو صالح، واللي هو المنتج المنفذ للحملة الإعلامية لهذه الحملة. صباح الخير سيد نورس. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، وكل عام بخير للأمهات وللوطن بعيد الكرامة. الله يسعدك، شكرا. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. يا أخ صالح، خلينا نعرف بنورس، خلينا نعرف شوي عن الحملة هاي. أول شيء، منطقة القدس الثقافي هي هيئة أردنية تشكلت في 2005، كان هدفها وربط القدس بعمقها العربي والإسلام المحيط، ومن أجل تسليط الضوء على قضية بتحيط فيها كثير من الظروف الصعبة أو نحكي الظروف المحيطة الخطيرة في واقع القدس المعروف للكل، لكل الأديان حتى. فتشكلت في 2005 واشتغلوا على موضوع الترويج وتسليط الضوء والتعريف بالقدس من جميع النواحي، يعني ما شاء الله قام بجهد مبارك، وأنا كنت منتج منفذ الحملة الإعلامية في منتقى القدس الثقافي. في سبب أنه اختاروا الحملة بهذا الوقت يعني من السنة؟ طبعا هلا هو عندهم حملة ثابتة، أنا أردني والأقصى مسؤوليتي، هاي الحملة ثابتة. ملتقى القدس الثقافي نعم. بيقوم فيها. نعم، ولكن الكرامة عزتي جاءت بمناسبة معركة الكرامة، لأنه معركة الكرامة لها خصوصية، كانت أيام ما حاول الاحتلال الصهيوني أن يدخل ويوسع نطاق احتلاله، وبالتالي كان في خطر كمان، يعني تجاوزوا خطر القدس إلى خطر الدول الأخرى. معركة الكرامة أعادت الحسابات بطريقة مختلفة للموضوع، بحيث أنه كما يقولون في نداء المعركة كان أبشري يا قدسنا، وبالتالي أعادوا حتى الحسابات لدى الاحتلال من القدس. القدس ما زالت محط أنظار حتى الأردنيين وما هم خارج الحدود المحتلة. حلو، شو عم بيصير بهاي الحملة؟ شو الفعاليات الموجودة بهاي الحملة؟ حملة أنا أردن الأقصى مسؤوليتي قائمة منذ أشهر، بتحتوي على طبعا هناك مؤتمرات عالمية عقدت من أجل القدس، بعدين انتقلوا أنا أردن والأقصى مسؤوليتي، وهناك أكثر من حملة في أكثر من بلد، يعني أنا مغربي أنا مصري. نعم، هي موزعة. نعم، على الإقليم كله مش بس على الأردن. طبعا هناك إنتاجات فيديو وكليبات ودعايات بخصوص هذا الموضوع، يتم ترويجها على السوشيال ميديا نتورك، ويب سايت، فيسبوك، يوتيوب، وكمان بالإضافة للقنوات المختلفة اللي بتعمل معها. طيب خلينا، نحن بنعرف إنه الإعلام دائما بيلعب دور كتير كبير بترويج أي فكرة أو حتى بتغيير نمط تفكير أحيان أو توجيه. شو دور الإعلام؟ يعني حضرتك المنتج المنفذ للحملة الإعلامية لهذه الحملة، شو دور الإعلام؟ شو عم بيكون دوركم بهاي الحملة؟ تمام. هلا حقية القضية لا يعني إنه مجرد إنها قضية حق إنها يجب أن تنشر ويجب أن على العالم أن يستوعبها فقط هكذا، يعني يجب أن يتم دعمها بحملة إعلامية قوية. أكيد. والترويج الإعلامي كونه يعني إحنا بنحكي مش بس تلفزيون ولا قنوات فضائية، حتى فيسبوك وإنترنت ويوتيوب اللي دخل كل بيت، وحتى صار في كل جهاز كل موبايل وكل شخص. فالترويج الإعلامي مهم جدا في خلق الوعي حول الفكرة، تعريف الناس وربطهم بقضايا خاصة بعد ما الحياة المادية أخذت الناس بعيدا عن قضايا الأمة، وقضية خطيرة مثل القدس أتوقع أنه يعني يجب أن تكون هي في لب التعريف الإعلامي من جميع الجهات الإعلامية. طيب هلا بشو يعني باي وسائل اعلام عم تتعاملوا لترويج الحمله وافكار الحمله؟ تمام. هلا اللي بصير انه احنا مثلا الفكره تطرح على في التداول، وبعد ما يتم طرح الفكره وتهذيبها والعمل على ستوري بورد وسيناريو واخراج، يتم تصويرها، بعد ذلك يتم انتاجها بالتعاون مع عده هيئات، بحيث انه يتم نشرها على القنوات الفضائيه المختلفه او حتى القنوات المحليه. هناك صفحات تويتر وفيسبوك ويوتيوب في عليها مشتركين بعدد كبير، بتم بالاضافه الى الموبايل كونتنت اللي ممكن يبعثوها للناس. طبعا. حلو. طيب زي شو عملتوا الفيديوهات؟ انا قلت لي انه عملتوا 2 فيديو او اكثر، هم 2، في واحد منهم اسمه القدس حق انسان ومسؤوليه امه. ايش بيحكي؟ شو عمل؟ كيف عملت الستوري بورد؟ يعني كيف هو عرض هنا سابقا على قناه رؤيا في استضافه سابقه، بيحكي عن غصنا في تاريخ المدينة المقدسة. حلو. الإمام الغزالي الذي كتب كتاب إحياء علوم الدين هناك، وتخيلنا لو أنه عاد إلى الزمن الحالي ورأى واقع القدس، فماذا سيكتب في كتابه؟ طيب.
بمخيلة مخرج وأفكار متعاونين معنا سيكتب في كتابه أن القدس حق إنسان ومسؤولية أمة. فكان هذا الفيديو الأول. الفيديو الثاني أنا أردن والأقصى مسؤوليتي، قمنا بتصوير الأردنيين في أماكن تواجدهم على خريطة الوطن، من أمام قلعة عجلون، من أمام بحيرة طبرية، من هذه النقاط المربوطة أصلا بالقدس ولتاريخها مربوط من زمن تحرير القدس وزمن الانتصارات العربية. فمن أمام قلعة عجلون، أمام بحيرة طبرية، من أمام قلعة الكرك، وكان كل شعاره أنا أردني والأقصى مسؤولية. حلو، رح أخذ اتصال ونتابع حديثنا مع المخرج نورس. هلو، صباح الخير. صباح الفل. الله يعطيك العافية وكل عام وأنت بخير. الله يسعدك وكل عام وأنت بألف خير. بدهني الشعب الأردني وجلال سيدنا الله يطولنا بعمره بيوم الكرامة. الله يسعدك. وبدي أشكر عن جد قناة رؤية، يعني بالفعل من أوائل المحطات اللي بتجيب برامج حلوة. شكرا، تسلم تسلم، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك وكل عام وأنت بخير، وكل عام وأردننا بألف خير وكل الأمهات بخير أكيد. شكرا لاتصالك. طيب أخ نورس، يعني حضرتك مخرج ودائما الأشياء الإبداعية أكيد بدها مخ إبداعي، ولكن في عمل فريق، كيف بتكون مشاركة أعضاء الفريق اللي معك لحتى تطلعوا بهذا الفيديو؟ تمام. هلا في تجربتنا مع منتقى القدس الثقافي نحكي وبعدين نحكي بشكل عام، الفكرة انه يعني يتم طرح فكرة معينة، احنا بدنا فيديو عن حملة ترويجية، او بدنا نهتم بالجانب التعليم وتسليط الضوء على مشكلة التعليم بالقدس او مشكلة المساكن في القدس، يتم وضع سيناريو بحيث يكون كرياتيف وابداعي، مش بشكل نمطي، حتى نطرق أفكار الناس أو نصح الناس أو نوعيها على اللي بيصير داخل القدس، خاصة أنه في حملة مضادة من الجانب المحتل عن القدس، تهويد القدس، عن التهويد، يعني حتى في المهرجانات العالمية بنجد أنه في هناك قسم يسمى جيروزاليم فيلم فيستيفال، بقوم فيه الاحتلال وبيروج للمدينة على أساس أنها سويتي ونايس وفيها فيلم فيستيفالز وتعشوف الدنيا، ولا يركزون على معاناة الفلسطينيين أو المعاناة أصلاً الحقيقية في القدس. طبعاً هذا جانب تقصير إعلامي وجانب تقصير من جميع الجهات، يعني يجب التركيز أكثر على الجانب الإعلامي في قضية القدس حتى يتم خدمتها أكثر فقط من مجرد التركيز المادي، لأنه الجانب الإعلامي هو الذي بجر باقي الجوانب 100%، وهو اللي بيسلط الضوء يعني أكيد. تمام. هلأ نحن كيف نقدر نشوف هدول الفيديوهات على يوتيوب؟ ممكن يوتيوب في ملتقى القدس شانل، أو ممكن أي حد يكتب حق إنسان مسؤولية أمة أو أنا أردني والأقصى مسؤوليتي، حق إنسان ومسؤولية أمة، نقدر نشوف هدول الفيديوهات. تمام. على يوتيوب كمان أنا أردني والأقصى مسؤوليتي، أنا أردني والأقصى مسؤوليتي، وعلى الفيسبوك ممكن حملة أنا أردني، حملة أنا أردني، وعلى تويتر أنا أردني والأقصى مسؤوليتي كمان، وملتقى القدس على الفيسبوك وتويتر. حلو. قديه مدة كل فيديو؟ الأول 3 دقائق والثاني دقيقة والباقي هكذا يعني دقائق. كلهم دقائق. تمام. يعني أكيد أنه عمل كتير إبداعي. هلأ بس بتعرف كتير بتقوم حملات، ولكن مش كل الحملات بيكون عندها تغطية إعلامية، فهل هم يعني أنه عندهم، لأنه كتير ناس بيعملوا حملات أكيد لازم يكون عنده الواحد ميزانية لحتى يقدر يعمل تغطية، يدي بيكون مكلف يعني إذا الواحد يعمل تغطية كثير إعلامية. من جانب الأعمال في المنطقة القدس في جانب تطوعي، يعني نحن ندخل كرعاة في شركة نورس ميديا، احنا هم شريكنا الاستراتيجي واحنا رعاة، لأن القدس كقضية هي هدف، وبالتالي أكيد وبالتالي نعم يجب الإنسان يقدم لها الحمد لله. فكرعاة وفي جانب كبير من العمل التطوع، هناك متطوعين كثيرين، يعني بداية من مدير ملتقى القدس اللي هو الأستاذ أحمد الشيوخي، بنوجه له أحلى تحية في هذا اليوم، وباقي العاملين معاه في هذا المجال، فاطمة الزبن، الأخت فاطمة الميساء شريم، عدى المصري، براء أيمن، طبعا كثير ما لا أستطيع أن أذكر الكل. الجانب التطوعي مهم جدا، ويجب أن يكون هناك جانب تطوعي حتى يكون العمل يعني بتحكي خارج من نية صافي، وبالتالي بيكون له إيقاع أكثر على القلب، يعني بين معك حتى بالإنتاج إنه عمل بنكهة أخرى خاصة من القدس. أكيد، لأنه في إيمان بالهدف يعني، وهذا أهم إشي. طب كيف بتلاقي إبداعات الشباب يعني هلأ عنا؟ يعني أول شيء لازم أحكي إنه كتير حلو وكتير مهم إنه الواحد لما بده يحارب فكرة إنه يحاربها بمخه، وأنتم بالفعل بإبداعكم بتفكيركم وبأنكم عم تبحثوا على وسائل لترويج هاي الأفكار عم بتكونوا ناجحين وموفقين جدا. بس قديش كمان عم بتلاقي إبداع الشباب بهيك حملات إعلامية؟ تمام. اللي بصير أنه نحن نطرح فكرة، وبعدين مجرد طرح الفكرة بأدي لخلق أفكار في جو من العصف الذهني الموجود. فعندنا مكتبة مقدسية في الملتقى
بتم فيها عقد دائما ندوات. عندنا دائما عندنا رحلات في طريق السير اللي صار فيها لتحرير القدس، مثلا هذيك المرة كان في رحلة من طريق البحر الميت الطريق الملوكي البنورام البحر الميت لحد أقرب نقطة أقرب على القدس، ثم لقلعة الكرك وبعدين بترة والعقبة. فهي رحلة ترفيهية وبنفس الوقت كان في لها معنى ولها هدف. في أفكار إبداعية ما بتنتهي يعني في حتى في تصميم البوسترات والفلايرات، في طريقة طرح المؤتمرات، كل هاي الأشياء، في طريقة التواصل وشبكات التواصل الاجتماعي طبعا، أمن طريقة التواصل كبيرة وخاصة بنقدر نختم فيها قضية القدس. أكيد يعني هالأيام عم تكون شبكات التواصل الاجتماعي وسيلة لتسويق ويعني التعريف بأي فعالية وبأي حتى فكرة، يعني تمام، مجرد ما تحط إيفنت على الفيسبوك أنت صرت قادر أنه بالضبط. فشو صفحتكم على فيسبوك، صفحة الملتقى أو صفحة الحملة؟ هي صفحة ملتقى القدس. ملتقى MULTQA بالإنجليزي ملتقى، وممكن بالعربي ما فيش مشكلة. في أنا أردني كمان، الأقصى مسؤولية هي أنا أردني. أها. تمام، على برضو على الفيسبوك. حلو حلو. طيب هلأ قل لي بهيك حملات قديش بياخد وقت التحضير الإعلامي لهيك شغلات؟ بصراحة يعني بياخد جهد كبير، خاصة ما بين إذا بنصور عمل بضطر نروح أكثر من منطقة. كان الأردن بطبيعته الجغرافية مقسم لمناطق، يعني طريقة السير فيها أيام التحرير القدس وهي تطرح علينا أنه إحنا نأخذ أكثر من يوم بالله، وبالتالي وضع ستوري بورد والسيناريو اللي أكثر جهد بيكون بياخذ تقريبا أسبوع. بعدها بننتقل لمرحلة التصوير اللي ممكن تأخذ كمان أسبوع كامل، وبعدها بمرحلة البوست برودكشن ممكن تأخذ معنا كمان، يعني العمل بشكل عام مشان يظهر على الشاشة بده شهر. بتعرف شو بيخطر ببالي؟ كتير صعب لما أنت بدك تروج فكرة لناس وما في شيء ملموس، يعني أنت كمخرج وكمنتج منفذ للحملة الإعلامية دائما الأفكار بتكون هون، يعني قدي بيكون سهل أنك توصل الفكرة قبل ما يقولوا لك أوكي يلا تفضل وبلش صور. كيف بتصور لهم الفكرة؟ يعني مثلا بتقولهم بدي أعمل فيلم عن القدس، أعمل كذا كذا، شو بتستعمل يعني أو كيف بتقنعهم؟ لأنه لازم بلشوا يحطوا مصاري قبل ما تبلش تشتغل. بالحالة الأولى أنه بضطر أمثل العمل أنا كأمامهم أو أظهر لهم الصورة التقريبية 100% بيكون مرجوم مصوم ستوري بورد، عندي سيناريو كامل. بترسم أنت تكون راسم الستوري بورد تفرجيهم يعني. بالقدس الموضوع الأصعب عدم القدرة على التصوير داخل القدس. أها مظبوط. بالتالي بنختار أماكن قريبة من القدس تشبهها السلطة، تبدو كأنها زواياها وزقاقها مثل القدس تماما. إذا بدنا نأخذ قلاع مضطر نأخذ من عجلون من الكرك، وبالتالي عنا هاي أكثر شيء مواجه فيها صعوبة، وحتى بس نأخذ فيها راحة أكثر طبعا، لأنه ما في محتل يمنعك تصور، وما في أكيد. ما في إجراءات احتلالية تصعب عليك عملية التصوير والتمثيل والإنتاج. لا كتير أكيد أفكار كتير حلوة، وهلأ حمسني أشوفهم على يوتيوب. شكرا لإبداعك أخ نورس أبو صالح، شكرا لمشاركتك بهيك هدف كتير مهم لأمتنا العربية. شكرا لك. عفوا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. شكرا.